وافق البنك الدولي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي ويأتي القرض الأول بقيمة 300 مليون دولار مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار سنوات الجفاف الأربع المتتالية منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023 فيما يهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق التونسية الواقعة على طول محور القصرين سيدي, بوزي سيدي بوزيت فاقس. من خلال تطوير البنية التحتيه لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيره والمتوسطه في المنطقه على التمويل